يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. إن الله وملائكته يصلون على من؟ على الصف الأول، ذلك الذي أتى مبكرا، جاء وتنفل، ثم جلس يدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة، واستعد لصلاته، دعا الله وسبحه وذكره وقرأ شيئا من القرآن، وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. أعجب من كثير من الناس ضيع على نفسه ذلك الأجر العظيم، لا يأتي إلا عند سماع الإقامة، وربما فاتته من الصلاة ركعة أو ركعتان وكأن الأمر عادي، بل ربما جاء للمسجد وضاعت صلاة الجماعة ليصلي جماعة أخرى، أو يرجع إلى بيته ولا يبالي. وكان الأولون العارفون، الواحد منهم إن فاتته صلاة جماعة جلس في البيت يبكي لأن الصلاة فاتته، وربما عزاه أهل الحي لأنه فاتته صلاة جماعة واحدة. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. كل هذه الفضائل وهذه الأجور ضاعت على الكثيرين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو اختلف اثنان في مكان ازدحم عليه وتزاحم عليه في صف أول ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا قرعة، من يحصل على هذا المكان لاقترعوا، وذلك لما في الصف الأول من الأجر العظيم عند الله جل وعلا. الصفوف الأول إتمامها، إكمالها، الإسراع إليها، هنا التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال الصحابة: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون، أي أن بعضهم يصلي ملتصقا بالآخر عند الله عز وجل. إنهم الصافون عند الله، إنهم المسبحون لله. وما أجمل الصف الأول الذي يناجي ربه عز وجل. هم في الواجهة، هم في المقدمة، هم في مقدمة الركب المقبلون على الله عز وجل. أما الصفوف الأخيرة فهي شر الصفوف، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وبعض الناس ربما كان جارا للمسجد، وربما كان في المسجد نفسه، لكنه يأتي مبكرا ويجلس في الخلف، ينتظر الصف الأول ليتم ليصلي في الصف الثاني. محروم من ضيع على نفسه الصف الأول.